بس يعني في حاجة تانية يمكن المرض في حياته، يعني في كتير كتير جدا ما يعرفوش ان لا هو والله عمر عبد الحليم ما بين ولا يعني ولا حمل الآخرين أي يعني إشفاق أو مشاركة. لكن لما كان يبقى تعبان كنا نروح له نقعد معاه في أوضة النوم، يعني كان في كده ركنة فيها ترابيزة وكرسي مش عارفة إيه، بس ده غصب عنه يكون رائد بقى. لكن في العادي عمرك يا عبد الحليم، والحمد لله الفيلمين اللي اشتغلتهم معاه ولا مرة جاله أزمة ولا حاجة، عادة حلو يعني. لكن هو ما كانش يبين ولا يشرك حد ولا يعني يخلي حد يتضايق ان هو تعبان، ابدا ابدا.